صباح الفل. صباح الورود. How are you? I'm good, you? أنا منيحة الحمد لله. Fine, thank you. Fine, thank you. All is good. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من الله على الشقار من مشوارنا الصباحي صحصح. اليوم رهف بعتت لنا موضوع خطير. حلو كتير صح؟ It's nice. شوفوا اليوم بدنا نعطيكم 6 أسئلة أو مجموعة أسئلة بتزيد من التفاهم بالعلاقات العاطفية. شو يعني؟ يعني إحنا بتيجي أنت كصبية بتتعرفي على شاب أو هو الشاب بيكون مهتم إنه يتعرف عليكي، فبنبدأ نسأل أسئلة بعد، يعني بنسأل بعد عن الأمور اللوجستية، وين درست، شو عملت، بيحكي لك مثلا عن حياته، بعدين بتصير مقضينها، شو تغديتي، شو أكلتي، أنت شو أكلت، إمتى روحت. هاي الأسئلة لا بتقدم ولا بتأخر. الأسئلة اللي بتزيد التفاهم بالعلاقات العاطفية هي الأسئلة العميقة اللي بتعرفك على صميم هذا الرجل، وانت ايضا بتتعرف على صميم هذه المرأة. فهدول هم الأسئلة ممكن يخلوكم تفهموا بعض اكثر، يصير في تواصل اكبر. هديك المرة ما اعرف اذا شفتي الفيلم على نتفليكس لأمينة خليل وتايسون، بلا تو فيس، بس ما قدرت اكمله او شيء ازعجني. ازعجك اللقطة الاولى هم الزوجين بيتخانقوا، لما الرجل بيحكي شو صار تماماً غير عن المرأة لما قالت شو صار. يعني هو كل واحد هو نفس الطوشة ونفس الحكي، بس كل واحد يتلقى خلينا نقول الإساءة أو الكلام بطريقة مختلفة. فالكوميونيكيشن أو التواصل لما أنتوا بتحكوا مع بعض، بتقعدوا وبتحكوا بتسألوا بعض أسئلة، رح تفهموا بعض أكثر، وممكن أنكم تتفادوا 70% من الخلافات. على فكرة بدي أقول لكم شغلي بما يخص وجهات النظر، ما بعرف ليش احنا في عنا ثقافة سائدة مش بس بين الأزواج، يعني لا تقتصر فقط على الأزواج، على كل حدا، انه لنفرض انا وياك اختلفنا بوجهات النظر لازم شخص يفوز بالجدال او ويثبت. بالنقاش ويثبت. بقول لك من اهم ركائز الحياة الزوجية السعيدة والناجحة انه لا بدي اثبت لك ولا بدي تثبت لي، ومش ضروري اغير رايي ولا ضروري انت تغير رايك، ممكن انا وياك نلتقي في المنتصف. صح. وهاي احنا كمان يعني بنوجهها الرساله تحديدا للرجال، لانه الرجل ما بيقبل انه كلمته تصير تانية تتنى كلمته، او اذا اختلفنا انا وياك بوجهات النظر اكيد رايي هو اللي بده يتنفذ. انت اخذت هاي الزوجه تكون شريكة حياتك لأنك مؤمن بصوابها وبرجاحة عقلها وبفكرها. أنت لما اخترتها ما اخترتها فقط عشان تخلف لك أولاد، أنت اخترتها عشان تبني معك حياة، فبالتالي حتى وإن اختلفنا هذا لا يفسد للود قضية. في نقطة بالمنتصف أقف أنا وأنت قدام بعضنا البعض بنقول أوكي لا أنا مقتنعة ولا أنت، شو ممكن نعمل؟ وهلأ لوين؟ بالضبط. ميت مي هافوي. فهاي النقطة كتير أساسية لنجاح حياة زوجية. معي أنا من وجهة نظري من أنجح الأسئلة اللي ممكن يسألها أو تسألها المرأة للرجل أو الرجل للمرأة بفترة التعارف، لما أنت بتكون حزين أنت كيف بتحب أنا أتصرف؟ يعني قدي في ناس لما يحزنوا لأنه الطرف الآخر ما بيعرف إجابة هذا السؤال، فممكن تكوني انت من النوع اللي انت بتحبي تنتركي لحالك وانت حزينه. اوكي. بتحبي تاخدي يور اون سبيس. اجي انا كرجل اغدقك بالاسئله وبدي اضغطك وبدي اعرف ايش مالك وبدي ازن عليك، بس انت مش هيك نوعك، انت نوعك بتحبي تنتركي وقت ما انت حزينه. كم من مره ست وزلمه اتخانقوا وفكروا كم من مره شايفين انتم هذا المشهد، الزلمه معصب متضايق، الست عم بتزن فوق راسه، بتصير طوشه بدون سبب. فانتي اسالي وانتو اسالوا بعد، انت لما تكون معصب شو بحب انا اتصرف؟ بتحب اكون موجوده ولا بتحب اتركك تهدى وارجع لك؟ شو حلو صح؟ فيري ترو. اسمعوا مره زوج وزوجته هم كبار بالعمر، كانوا يعني الامور هيك بينهم مش كتير لطيفه، بده يروح وبده يطلع من البيت، سالها سؤال، قالها شو اجيب لك معي وانا راجع؟ قالت له جيب لي العمر من اوله، جيب حبايبنا اللي راحوا، جيب الصحبة والجير الحلوة، جيب قلب ما بسود، وجيب عيون حلوة ما بتحسد، وجيب خبز وملح ما بيخونه، ومشكور سلف. الخلافات بتزود الحزن طبعا، والحزن إذا دخل وقعد وبات صدقوني العلاقة حتى وإن استمرت هي تتنفس من قلة الموت. تخيلي قد ايه حلو تسألي الرجل اللي بحياتك تقولي له كيف انت بتحس حالك مهم بحياة شخص،
يعني شو الافعال اللي انا ممكن اعملها أوكي. عشان انت تفهم انه انا مهم بحياتك. انترستينج والله. اوكي ليش انترستينج؟ لانه في بعض الاوقات اذا بتيجي بتسالوا الناس لما يصير في طلاق او انفصال ليش اتطلقتوا، بتيجي تقول لك ما كنت احس حالي مهمه بحياته، ما كنت احس حالي من ضمن اولوياته. أيوة. هو يمكن حاطك اولويه بس طريقه تعبيره عن هاي الاولويه انت مش فاهمتيها. فلما بتتواصل، وهذا الحكي كثير اهم من اكلتي ونمتي، احتياجات انسانيه كلنا بناكل وبننام على فكره، مش مزبوط. مش انجاز. فاستغلوا هذا الوقت بهالنوع من الاسئله، لانه هاي الاسئله بقول لكم بتخليكم تتفادوا مشاكل كثيره. هلا شوفوا يعني speaking of which في شغله كثير اساسيه مزبوط بعيدا عن اكلتي وشربتي وكذا. في نظريتين مهمين بالعلاقات الزوجيه ورح تستغربوا منهم، انا اول مره بسمعهم بس ممكن يكونوا دوبل. اول واحدة اختراق العاطفه، تصطنعي يعني، مش تصطنعي يعني مسكه الايد، يحط هيك ايده على كتفك، التعبيرات العاطفيه حتى في not feel like it هيك يعني اختراق العاطفه. يعني انا عايفه حالي بالشغل وتعبانه بس انه بس دو اعملها، قلها قلها تفرق. طبعا الازواج اللي بيعبروا عاطفيا اكثر من غيرهم الحياه بتصير تطاق وصالحه اكثر للبقاء. هذا واحد. تنين اختلاق الوهم. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني القليل من الوهم قد ينقذ الزواج. meaning انا خليني اشوف بانه البارتنر تبعي على درجه عاليه من المثاليه عشان اغفر له، يعني بعرف انه هو محترم، أبالغ في نظرتي عنه بما يخص الاحترام. تحبيه أكثر، بتصيري تحبيه أكثر، بتصيري تغفري له أكثر، صح، بتصيري تلاقي له أعذار أكثر. فبالتالي مش كل إشي يا جماعة بالحياة الزوجية للأسف إحنا فكرتنا عنها بأنه هي حياة راكدة وجامدة لأنها مرتبطة بالواقعية القاسية. مين قال بأنه إحنا بس نقدر نحلم وإحنا كبل خطبين؟ مين قالوا إنه إحنا عايشين قصة حب الوهم بيكون إله مكان؟ مش الوهم يعني المبالغة مزبوط. في مميزات الآخر. أيضاً الزواج حلو يكون فيه نقطة من الخيال. طبعاً لكل واقعي واقعي واقعي. بعدين حتى مثلاً أنت لما قلتي وهم فكرت بشغلة، مثلاً حلو كتير إذا أنتوا التنين اليوم قاعدين مثلاً يمكن مش قادرين ترفهوا عن نفسكم، مش قادرين تسافروا، اعملوا وعود هيك لبعض انه بدنا نروح خلينا ان شاء الله هيك مثلا نوفر ونقدر بلكي نسافر الصيف الجاي او نسافر اخر هاي السنه. صح. اعملوا هيك وعود واشياء تتحمسوا عليها مع بعض، يعني زي لما الناس بتكون خاطبه بكره بس نتجوز رح نعمل هيك. يمكن مش كل اللي حكيتوه عملتوه، بس هذا الوهم بيخلي الانسان عايش على امل. رهوفه كثير صح اللي بتقوليه، انتوا قولوا برافو عليك، صح، قولوا انه عايشوا حالكم بجو انه احنا رح يصير معنا كتير مصاري. ايوه يعني عرفتوا هاي بكره بتتبحبح الامور، احلموا مع بعض. في شغله مره صارت كتير 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 حبيتها، واحده من صحباتنا رهوفه بتقول لك انا بشوف زوجي بنظاره ورديه، انا لابسه نظاره لونها بينك وانا شايفته انا بشوفه زلمه رائع. بقول لك بتقول لي على ابسط الامور، في نوع شوكولاته انا كتير بحبه، بيروح هو على السوبر ماركت اذا بده يشتري اي غرض لازم يجيب لها هاي الشوكولات. فبتقول لي كل مرة بحكي لي نفس الجملة، بقول له حبيبي شكرا انك تذكرتني. قالها انا وظيفتي بالحياة اني اتذكر اللي انت بتحبيه. شوفي هل وظيفتي بالحياة أتذكر. اني اتذكر اللي بتحبيه واعمل لك اياه. شوفوا قديش بسيطة جدا، جاب لها شوكولاتة يمكن حقها نص دينار بالضبط، قديش عملت فرق. مش كل شيء عم بقول لك روح كل شيء كبير، الماس وسيارات وفيلل. الستات حكينا هيك هذيك المرة والله انا عايزة وردي يا ابراهيم، انا عايزة وردي يا ابراهيم. والله صح 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 ص